خمسة. النادي الأهلي قبل كده قدم شكوى ضدك للمجلس الأعلى للإعلام. صحيح. بتهمة بيقول فيها إن أنت بتثير الفتنة ما بين الجمهور الأهلي وجمهور الزملكاوي. هل أنت فعلا بتعمل كده؟ وهل أنت سبب من أسباب حالة الاحتقان الرياضي والرياضة في مصر؟ ده أنا رهيب. ده أنا رهيب في الفتنة. أنت؟ صعب. بعمل فتنة بال رهيبة. يا نهار أبيض. أولا النادي الأهلي اشتكاني أكتر من مرة. والنادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي عارفين مين هو خالد الغندور. وعارفين هم بيشتكوا مين. عارفين مين هو بقى خالد الغندور. عارفين إن خالد الغندور هو واحد من أهم الإعلاميين الزملكاوية في مصر. خالد الغندور بيقول دايما الحقيقة. خالد الغندور دايما بيتكلم بالمنطق وبالعقل. محدش بيعرف يرد عليا ولا يواجهني ابدا. يعني انا بقول لك وانا قاعد معاك اهو، انا مستعد اواجه اي حد واي اعلامي اهلاوي واي مسؤول اهلاوي في اي كلمه انا بقولها على الهواء مباشره، وقادر على الرد. لكن فكره بقى اشتكي وده بيعمل فتنه وده بيعمل تعصب، ده شويه كلام مرسل. فاهم قصدي؟ نقعد نضحك بيه على الناس. يعني انا مثلا ممكن اقول ايه، اميره بدر دي اكتر واحده من نفسنا. انت نفسنت ليه؟ طب قلت قولي لي انا عملت ايه؟ ما حدش يقول لك. لا، هو عايز يهاجمك انت، عايزك انت بالذات. خالد الغندور بيعمل فتنه وتعصب وهو اللي مبوظ الدنيا في معرفش ايه، لكن الباقي بيعملوا رز بلبن. يعني على قناه النادي الاهلي كابتن اسلام الشاطر، كابتن أسامة حسني، كابتن عدل القيعي، الأستاذ إبراهيم المنيسي، سيد عبد الحفيظ نفسه، كل دول بيعملوا رز بلبن. لكن أنا بعمل فتنة وتعصب. يعني أنت شايف إنه الأهلي عايز يبعدك عن الإعلام وعن الصورة عشان أنت بتعرف تهاجمهم، عشان أنت من الإعلاميين اللي عندهم أنياب بيعرف يهاجم؟ النادي الأهلي يتمنى إن أنا أبتعد عن قناة نادي الزمالك. أنا ولا بعمل فتنة ولا بعمل تعصب، أنا بتكلم في الكورة وعمري ما بتطرق لامور شخصيه ولا بتجاوز في حق اي بني ادم، بل بالعكس انا اللي بيتجاوز كثيرون في حقي. كارت اللي بعد. الله، 10. ده اهم رقم في كره القدم. سبب استفزازك لجمهور الاهلي بصور العصير وانت بتشرب عصير بعد اي مباراه بيتهزم فيها النادي الاهلي، سببها ايه؟ ده لا خالص. ليه كده؟ لا اولا انا كنت بشرب. فين الصوره يا جماعه؟ هاتوا الصوره. الصوره دي اي الصوره اهي. الصوره دي بشربها بعد اي مباراه الزمالك بيكسب فيها. وبعد كده كان في وقت من الاوقات النادي الاهلي كان طول الوقت القضيه ممكن، القضيه ممكن، اي الزمالك يتغلب بيبقى القضيه ممكن، اي القضيه ممكن، بيقعدوا يقولوا كلام بليله والزمالك البليله وبتاع. انا جبت صوره جميله جدا. بصي شكلي زي القمر ازاي؟ هات الصوره يا جماعه. بتضحك على ايه؟ شكلي اموره اهو، بشرب بصي بطيب وابن حلال اهو قوي، وبشرب العصير اهو، عصير اخضر جميل، وبشرب العصير وفرحان بفوز فرقتي. وساعات لو الاهلي، بس انت بتحط الصوره دي كتير، او لو الاهلي خسر في مباراه في الدوري فاكيد انا ببقى سعيد لان انا بنافس الاهلي في بطوله الدوري، فاكيد مش عايز الاهلي بس يكسب. بس ما تقومش منزل صوره وانت بتشرب كوبايه العصير، بتستفز الجماهير الاهلي كده. بتستفزهم ليه؟ استفزهم ليه؟ المفروض راي مشاعرهم، هم مضايقين عشان ليه يعني؟ عشان خسروا. انا ليه؟ انا كسبان، انا كسبان، انا زملكاوي وكسبان. يعني راي مشاعر مين؟ هو انا بدوس لهم على طرف؟ يعني على كده الاهلاويه بقى يردوا يقول لك طب احنا هنروح ناكل بليله لو انتوا خسرتوا؟ انا مالي بقى اللي عايز؟ ما هم ما بيعملوش كده يعني، يعني بيعملوا اكتر من كده. بس انا بقولك انا راجل مهذب، راجل بشرب عصير بمنتهى الشياكه وبنزله على صفحتي وسعيد بفوز فريقي او 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 تصدر فريقي. ايه اللي يعبني في كده يعني؟ عادي. قصدك يعني الافوكادو اشيك؟ حاجه عيب يعني؟ اشيك من البليله؟ ايه الافوكادو يعني اشيك من البليله؟ لا طبعا، البليله اكله جميله جدا ونعمه ربنا سبحانه وتعالى. طيب وماشيك برضه. وانا راجل ولا متنمر ولا عنصري. نزلت الصوره دي قبل كده لو الاهلي هو اللي خسر بس، حتى لو ما كانش بيلعب الزمالك؟ طبعا. طبعا لا، ما هو انا قلت لك في بطوله الدوري ما بنزلوش مثلا الاهلي خسران في افريقيا. انا بتكلم في بطوله الدوري. بطوله الدوري دي يعني اما الاهلي يخسر
والزمالك يكسب يبقى الزمالك احسن، يا الزمالك يتقدم في الجدول، الزمالك ياخد الدوري. والعصير ده نزل عشان بس مفاجاه يعني، العصير ده نزل بقاله سنتين والزمالك بقاله سنتين بياخد الدوري، السنه دي ما نزلش فشكلنا مش هناخد الدوري. مش هتاخدوه طبعا. انت كمان شخصيه مستفزه. ليه؟ انت وفريق العمل. انا جايب عصير اخضر وحضرتك جايبه لي عصير احمر على الشاشه في برنامجك، ليه جايبه عصير؟ طب انا اقول لك حاجه، هو بقى هو انت بتستفزيني؟ لا والله ابدا. امال ايه؟ ابدا ما اقدرش. انا عايزه اقول لك حاجه، شفتي بقى؟ لو شفت الحلقات اللي قبل كده هتلاقي نفس العصير الاحمر. فعلا صدفه. طب انت مش واخد بالك من دي؟ ايه في ايه؟ هو مفيش يعني الليفن كارس ما فهمش غير السجاده حمراء. المره الجايه ابيض. ماشي، المره الجايه نجيب اللون الابيض ان شاء الله. وبعدين الابيض والاحمر اخوات طبعا. بس الواحد قلبه ابيض طبعا. طيب.